واش لا فامي السلام عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فلوق جديد في بلاصه جديده، في واحد بلاصه اللي زوينه بزاف، اللي كتعتبر اكثر منطقه سياحيه في كينيا. اول حاجه غنبداو بها هي لوطيل. لي زوطيل هنايا يعني تقريبا كيبداو من واحد 100 درهم 150 درهم اوتيل، حتى 10000 درهم، حتى مليون، انت وجهدك. يعني كاع الطبقات يقدروا يجيو لهنا ويدوزوا فيه الفاكونس. منطقه زوينه، بحور اللي زوينين، كاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي، ما غاليهش بزاف، في متناول الجميع. هادشي نقدروا نقولوا عليها. نديروا هذه هكا. اي قبل ما نمشيو نبداو النهار ديالنا ونبداو لي زاكتيفيتي ديالنا ونشوفوا نتعرفوا على هاد الجزيره الزوينه الواعره. هي ماشي جزيره، هي طرف من كينيا، ولكن كتعتبر جزيره بالفايب اللي فيها. داكشي علاش قبل ما يطلع البحر الى رديتوا البال، دابا البحر راجع، غادي خصنا نمشيو ندخلوا للداخل، حيت كتكون تما فاش كيطلع البحر كتخرج واحد الطريق بالرمله زوينه كيسميوها سردينيا. غادي نمشيو ليها باش نشوفوها قبل ما نبداو لي زاكتيفيتي ديالنا ونتعرفوا على هاد البلاصه اللي هادي اللي زوينه، ونشوفوا شنو غادي نعيشوا في هاد النهار، حيت اليوم عندنا بزاف ديال الحويجات غنعيشوهم في واتامو. شوفوا معايا، شوفوا واه. سردينيا هي فاش كيكون البحر راجع وكتكون خارجين واحد الاجزاء اولا واحد الجزر جزيرات صغيورين ديال الرمله بحال هكا، وكيكون داير بهم بحر نقيقي بحال هكا، وكيجيو الناس بزاف سيرتو هذه كتكون في الصباح، كيجيو الناس كيطلعوا كيبغيو يشدوا يديروا التصويرات هنا. وباش ما دخلتي للبحر اكثر في الصباح بكري كتلقى شي وحدين زوينين والبحر حداهم نقي اكثر من هكا، يعني مالو هو نقيقي. شوفوا شوفوا افعى البحر. اش هذا العجب؟ اول حاجه بدينا بها هي هذا البحر الزوين هذا اللي غادي نعوموا فيه، اللي مالو هو نقيقي. ويلا نمشي ما عرفتش هذاك طلع عاد بدل حوايج وقف عليا. غنطلعوا نكملوا الطريق ديالنا ونصبحوا هنا كنعوموا. سولا فامي، جينا للبلاصه الثانيه اللي غادي نعوموا فيها، نديروا فيها السنوركلينغ كما كتشوفوا. البلاصه غادي نوقفوا هنا شويه الثانيه. بلاصه زوينه، كتجي كتعوم كيعطيوك الجيلي، كتهبط دير السنوركلينغ، كتشوف الحوت لتحت. انا مالي انا مالي مالي ما تهني، طلعت فوق الباطو، طلع لفوق نشوف الفيو من هنا. عشان هادشي كيفكرك في تايلاند، في بالي، في الفلبين، دوك لي زاكتيفيتي سيرتو هاد المحيط الهندي زوين. داكشي علاش كتفكر تما، حيت البحر واحد، يعني تقريبا المناخ واحد وحتى البحر واحد والطبيعه واحده. حيت كاملين جاو على المحيط الهندي ناري، انا كنت غنمشي للمحيط الهندي. واش عرفتي الفوق هنا شحال سخونه الاخوان؟ خصك دبل كدير تراكسيون، هذيك كتحس بالصاد. بلاصه زوينه نقيه واعره، دابا كنفليكسي عليكم زعما، راه علاش حنا نقدروا نهضروا نفلوغيو بالتراكسيون، ما عندناش مشكل. مولفين لندري ما واخا ما كتبانش علينا. جيت لهاد البلاصه هادي القدام ديال هاد الباطو باش نشوف المنظر، ما يمكنش المنظر شحال زوين. عندهم بحور زوينين حتى هما صراحه والله. اي كاع الدول اللي جايين في المحيط الهندي عندهم بحور، هذوك البحور النقيين اللي مالهم نقيقيين ترونسبارون زوينين. هاد الشجر هذا قال لي هذا واحد النوع ديال الشجر اللي فيه واحد البذره سميتها مانغورو. مانغورو كتقدر انك كيخدموا بها في المطبخ ديالهم، وقال لي كتنبت غير في الماء، يعني غير في البحر، كتلق جذورها في البحر، ومن الماء ديال البحر واخا مالح كتقدر تنبت وكتعطيهم ديك البذره، ما كتقدرش تنبت في الارض. اجيو معايا دابا نشوفوا هذه الجزيره شنو فيها. جابونا هنا ستوب، قالوا لك هنا غادي غنكتشفوا شي قبيله هنايا ولا شي تقاليد ولا غنتغداو، والله ما عرفت. اجيو معايا نشوف. بيبي عمرك شفتي شي حاجه؟ عمرك شفتي شي حشره؟ What's that? Spider? No. Hmm? Crab. Crab. Baby crab. Baby crab? Yes. What's your name? My name's James. James Bond. Nice. جيمس بوند. هذا كيبيع لي سوفونير هنايا، هاد الصاك عندك شني بلاتي والله حتى توقفوا معايا تصغروا معايا حتى نقادو، ما فاهمين والو، هادو شايفيني مضربها بوحدي. انا حاطها كيبيع هادو، الا ديتيهم البال نضربهم مضببين، داكشي علاش كندير هكا. شوفوا كي دايرين، فواحد الديكور فشكال، هانتوما.
عندهم واحد الملمس في الشكل عرفتي كتحس بها بحال مقاده من الطبيعه رطبه في الشكل ما عرفتش غادي تبان لكم كيفاش دايره ولا لا ولكن ما دايرهاش بحال هادو اللي بلاستيك اي هذه انت هذه عجبتني هذه صراحه 400 هي تقريبا شي 30 35 درهم واصلاش فوالا هذا كيبيع لي سوفونير اول حاجه كتلقاها فاش رجع هذه الجزيره كلاسيكتين ضروري خصك تجي تلقى الناس كيبيع لي سوفونير وكيبارطاجيو الثقافه ديالهم اول حاجه نديروها نبردو ريوسنا شويه بالميه عاد مع من هذيك العومه وما يمكنش شحفنا هاد البلاصه هادي كتجي كتجلس كتغدى فيها كتشرب مشروبات ديالك عطينا قريعه الماء اي ابري غادي نمشيو نكملو الجوله ديالنا عاد فين غادي يديونا كتلقى ليك مزيكا وداك الشيء اه ماكارينا هادو هنا كيوجدوا لينا الغداء كيقادوا لينا الباكله اللي غناكلو يعني كيجيبوك لهنا كترتاح واحد شويه باش تاكل كيقادوا سي فود لي فروي دو مير فواكه البحر ديما هو كيسمع المزيكا ليه بعيد انتوما ما كتسمعوهاش نجيوكم كنشطحوا بلا مزيكا حنا راه كنسمعوا المزيكا عافاكم نانا ويلكم ويلكم تو كينيا ذيس از واتامو واتامو از ا بارادايس بليس نايس بليس ذا فود از ديليشس نو هاراسينج ذا فيليج از كوايت اند وي هاف ماني ثينج تو سي ماني ثينج تو فيو سو ويلكم اند اف يو كام واتامو You find Sea Master Glass Boat, Watamu. Just hold on this. Come here. Do something, help, yeah. Help guys. So buy another chef from Turkey also. You have a new chef from Turkey. Yeah. He's from Turkey. Wow. Talk to him Turkish, talk to him. Turkish. Yeah. I can't see that. No. كي كاتو وانا عم طلع عليها لايك ادانا ادانا كباب ادانا كباب هاو از ات اتس جود اتس جود او از ماتش جود ماتش جود اه سانتا ثانك يو يو ايو نم 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 واو واو بنين الله عرفتي داك الحوت اللي عطانا بنين دابا حطوا لينا الرز والصوص ما بغيتش ناكل ما بغيتش نبدا حتى يجي الحيط انتوما داك الحوت اللي كان كيصيب دابا مورا ما كتغدى كتمشي دير واحد التور الا بغيتي اختياريه بواحد الفلوكه صغيره في واحد الواد داخل في وسط الغابه في هذه الجزيره هذه كتخلص فيها 1000 شيلين اللي هي تقريبا شي 65 درهم تقريبا اكسترا ما داخلاش في التور الاول كانوا قالوا لنا راه داخله في التور حيت وريتو التصويره ديال ديك البلاصه قال لي اه داخله كلشي انكلودد داخل في الثمن فجينا لهنا قالوا لنا خصكم تزيدوا تخلصوا 1000 الا بغيتوا ديروها القوالب هادو كاينين في اي بلاصه مشيتي لها هانيه المهم نديروها دابا غادي نمشيو هاد التور هادي غادي يدخلنا لواحد الطريق كاينه في واحد الغابه هنايا بحال واد صغير هو غير واحد الدير على هاد الجزيره صغيره يدخلنا نجيبو فيه الدار بينك لايك توميتو حيت هي شهبه غتبرونزه غنقول الكولور ديالها زوين حيت حنا اللون ديالنا في شكل ماشي غنبرونزه انا ديما مبرونزي على طول العام وير يو فروم وات موروكو موروكو اند شي از فروم تركي ريلي يا I'm happy to see guys from Morocco. We are all Africans. Yes. Yeah, we are all Hakimi, Africans. Hakimi. Çok güzel bir gün geçirdim. Yani okyanusta farklı balıklarla yüzmek çok güzeldi. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bugün ilk defa gerçekten güzel bir yemek yedim. O da güzeldi. Hala gün güzel devam ediyor. Bu kadar. Hepsi güzel. Hepsi güzel. So this type of mangrove is called Cynorrhacia. It is the only type of mangrove that have fruits. And the fruits are not good to eat because they taste salty. So animals from this forest, they usually eat those mangrove fruits. In this forest, we have 8 types of mangrove, whereby we have rhizophora, which is very important to because it has medicine value, and it treats stomach ache. And another type of mangrove is called Cereoloptergal. It is very important because it usually, we use it as to build some house. That is this one here. This is the type of mangrove that I'm talking about. In this channel, there's no big fish. We only have small fish. As you know, the big fish usually eat the small fish. So in this channel, we only have the small fish. The animal that you can find in this forest, you can find baboon, monkey, and also we have another animal that is called bush baby. It looks like a small monkey, and it usually comes out during the night time, and it has big eyes. So here there's no crocodile, no anaconda. There's few type of snake. We have only house snake in this forest.
So house snake does not bite because it doesn't have teeth. Yeah, so it's not dangerous. So the work of this mangrove here is to clean the water from the ocean. See you. Bonjour. So we usually collect this plastic because we have turtles. They usually confuse this plastic with jellyfish, and because they eat jellyfish, they sometimes confuse this plastic with jellyfish, and when they eat, they usually suffocate and die. So our work is to make sure this place is clean from out of the plastic. So every day we usually walk to this channel to collect the plastics. Yeah. Wow, سالت الجولة ديالنا في هذا الوادي. What's the name of this place? ميدا كريك. Yeah. هذه الجزيرة الصغيرة سميتها ميدا كريك. هنا كتقدر تجي انك تتغدى وابخي كتمشي كما قلت لكم كديروا هذه التور هذه اللي درناها دابا في ذاك الواد. كيعرفك دوك النباتات اللي كاينين تما، الحيوانات اللي كاينين تما، كيفاش دايرة الحياة، السيركل ديال الحياة. بلاصة زوينة صراحة، عشي كتجلس في هاد الشبكة هادي في هاد المنظر هذا مع السانسيت، والسانسيت الغروب كيجي اون فاس مع الكافي. بلاصة ديال الاسترخاء، ديال فاش كتسالي النهار ديالك، كدير الأنشطة ديالك، ليزاكتيفيتي كاملين، كتجي لهنا كتجلس في هاد البلاصة هادي اللي المنظر فيها زوين، كتقابل مع السانسيت مع الغروب، كتستحق أنك تجي ليها. واخا بعيدة كاينة الداخل ديال الغابة، مي اللوكايزاسيون كتجيب حتى لهنايا. كاين ماكلة، كاين مشروبات، أي باغي تجلس، باغي زعما تقدر دير ريزيرفاسيون قبل، تقدر تجيب لها ريزيرفاسيون، حنا ما درناش ريزيرفاسيون، مي بلاصة ضروري كتستحق أنك تسالي بها النهار ديالك من بعد ما كدير ليزاكتيفيتي كاملين، تجي لهنا باش ترتاح.